قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة إن الدعم التركي لحكومته والمناطق السورية المحررة يتسارع بشكل غير مسبوق ليشمل التبادل التجاري الرسمي وإمدادات الوقود والقمح، مؤكدا عزم حكومته الانتقال إلى الداخل السوري المحرر لإدارة البلاد خلال 3 أشهر. وأضاف طعمة في حديث خاص لصحيفة العرب الجديد إن الدعم يتبلور من خلال إيجاد أسواق للإنتاج وتزويد المناطق المحررة باحتياجاتها من السلع والبضائع، فضلا عن وقف التهريب وإعطاء التبادل التجاري الصفة القانونية. هذا ويتم حاليا تحديد البضائع السورية التي ستدخل تركيا وعلى رأسها القطن والقمح والزيتون، على أن تتسع القائمة لاحقا شريطة علم وموافقة الحكومة المؤقتة. أصدر مجلس محافظة حلب الحرة تعليمات وإجراءات شراء القمح من المزارعين ضمن برنامج قمح الذي أعلن عنه بتمويل من وحدة التنسيق الدعم، وتتضمن الشروط والإجراءات سعر القمح لكل درجة وطريقة الدفع، إضافة لشروط النقل والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين. كما ويهدف البرنامج إلى تدوير أكبر كمية من محصول القمح العام الحالي وتوريده وتصريفه بأسعار محفزة، إلى أن الفلاحين اعتبروا الخطوة متأخرة إذ بيعت كميات كبيرة لتجار محليين وإقليميين قبل مبادرة المجلس. أعلنت مصادر مطلعة في حكومة النظام ارتفاع عدد رؤوس الأغنام والماعز التي تم تصديرها بحرا منذ قرابة 3 أشهر إلى 26,000 رأس. وكانت مديرية الصحة الحيوانية التابعة للنظام قد كشفت عن وجود قطعان جديدة من الأغنام والماعز تم حجزها رسميا وهي جاهزة للتصدير بحرا، مشيرا إلى أن سعر الطن التصديري بلغ 32,000 دولار أمريكي. هذا وتعاني الأسواق السورية من ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء جراء نقصها في الأسواق المحلية. على خطى نظيره الألماني، قرر الاتحاد السويسري لكرة القدم التبرع بمبلغ 455 يورو للاجئين السوريين مع كل هدف يسجل في الجولة 8 من دور الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم في سويسرا. وجاء في بيان الاتحاد السويسري أن الاتحاد قرر التبرع بمبلغ 500,000 فرنك سويسري من أجل دعم اللاجئين في محنتهم الإنسانية، وسيتم التبرع بالأموال لإحدى جمعيات التضامن من أجل اللاجئين في سويسرا. وكان الاتحاد الألماني قد دفع مبلغ 600,000 يورو لمشروع أطلق تحت شعار 1-0 لدعم أندية الهواة التي تساعد اللاجئين على الاندماج. نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا أوضحت فيه أن بيوت الأزياء في باريس قد تصبح مصدر دخل لتنظيم الدولة بعد سيطرة الأخير على 3/4 الأراضي التي تستخدم لزراعة القطن السوري. وفي هذا السياق قالت موردة أقمشة لإحدى الشركات البارزة إن أحد مورديها المعتادين أرسل لها قماشا بلا بطاقات توضح مصدره. وتقول التايمز إن العاملين بقطاع القطن زعموا أنه حتى وقت قريب كان تنظيم الدولة يبيع القطن الخام من خلال وسطاء في السوق التركية التي تعد ثاني أكبر مورد نسيج للاتحاد الأوروبي.
ويسيطر تنظيم الدولة على حوالي 80% من مناطق إنتاج القطن في سوريا المتوزعة بين الرقة ودير الزور والحسكة. وفي أسعار العملات، ارتفع الدولار في الأسواق المحلية بمعدل ليرتين عما سجله يوم الخميس الماضي، ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 328 ليرة للمبيع، بينما سجل سعر صرفه في حلب 327 ليرة للمبيع أيضا. وفي أسعار المعادن، عزز الذهب مكاسبه في الأسواق المحلية متأثراً بارتفاع الدولار محلياً رغم تراجع أسعاره في الأسواق العالمية، فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 10220 ليرة حسب تداولاته في الأسواق السورية، فيما وصل سعر غرامه من عيار 18 إلى 8760 ليرة سورية. عالمياً، سجلت أسعار الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. وفي موضوع آخر، أظهرت بيانات جديدة في الولايات المتحدة عن خفض عدد المنصات النفطية للأسبوع الثاني. هذه الأخبار وغيرها في التقرير التالي. تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع ضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر، وسط شكوك في توقيت أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية لحوالي 10 سنوات. وهبطت أسعار الذهب حوالي 1.5% هذا الأسبوع مسجلة 1098 دولارا للأونصة في أدنى مستوى لها منذ بداية الشهر الماضي. تراجعت أسهم شركات الطاقة في الأسواق الأمريكية متأثرة بخفض بنك جولدن مان ساكس توقعاته لأسعار النفط للعام الحالي والقادم، فيما سجل مؤشر ستاندرد أند بورز أكبر زيادة أسبوعية منذ تموز الماضي. كما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا بأكثر من 100 نقطة. في الولايات المتحدة أيضاً، أظهرت بيانات جديدة عن خفض عدد المنصات النفطية للأسبوع الثاني على التوالي، في علامة على أن أحدث انخفاضات في أسعار خام قد تدفع بعض شركات الحفر إلى تجميد الخطط التي أعلنتها مؤخراً لاستئناف عملياتها. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO أن أسعار الغذاء سجلت أدنى مستوى لها منذ 2008 في الشهر الماضي بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 8%، وأرجعت FAO الهبوط الحاد في سعر الغذاء حول العالم بتزايد العرض وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. ختام الفقرة الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة. أما الآن عودة إليك وسام. شكرا أمل.